يقول السائل: لي أخوات من أبي متبرجات، وكلما أردت نصحهن تدخلت أمي وقالت: لا دخل لك، لأنها تخشى من المشاكل مع والدتهم، فكيف أفعل حتى أرضي الله ثم أرضي أمي؟ عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولو غضبت أمك، لأن هذا واجب وتركه معصية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعليك بإنكار المنكر على أخواتك وعلى غيرهن، ولو لم ترضى أمك، ولو لم يرضى أبوك، ولو لم يرضى أي واحد. نعم.